يعتل بي ماء الهوية، بالأفاويه انتقمت من البلاد، وطاش في عضل العواصم زعفاني. جئت أدرك من جمادى ماءها، في حضن تموز انتظرت، وكلما لمعت على التأويل ملحمة توهمت الطوال من الأغاني. مثلما هبط المسيح من الجليل إلى المياه، هبطت في روحي لأعبر من مماتي. لم أسافر فوق المياه، الماء أرشدني إلى إعجازي أن أطفو على خوفي وأعدو، غير أني صادفت روحي حقيقتها على طين المسلة، فانصرفت إلى النشيد البابلي لكي أقبل نجمة وأعود مخفورا برائحة الفرات. أتيت أبكي، أيها المائي ساعدني، تناول صخرتي وخذ الطريق، وأبق لي سبب النجاة، فإنني قد طاش في عضل العواصم زعفاني. أبطأت سيري واشتهيت بأن أطيل الدرب تقبيلا ولثما عندما وصلت لبغداد القصيدة. قلت في نفسي تماما، كان جدي بالحجاز يعيذ بالزيتون والكلمات شعب الأبجدية، بينما باشرت أنذر للسحائب عند دجلة سهمها وسهامها. لم أوقف الألف المدمى في المثال، ولم أوبخ نون نائمة بدعوى نومها، حتى انثنيت على خداع فسيفساء. أصابني وحش المشاعي بفكرة ترعى الهباء، أتيت من جسدين في نهب المنام، تأنثت فوق السحابة، فاعتصمت بثدي بغداد المؤثث بالغياب ووحشة الموتى. وما ترك الغزاة الفاتحون من الهوان، من أي مهلكة نجوت لأشهد رؤيا ويشفع لي فضولي. ألف ماردة وجني تناهب صبوتي، وتحلقوا نارا بماء الظن، وانسلت عشائر من جفولي. قال عفريت وقد بانت عليه فراسة، مدوه أقطع ساعدي فسوف لن ينجو، وكيس الحظ خاون. فارتعبت صرخت إذ مدوا يدي كأنما أنا قاتلي وأنا قتيلي. جئت مما لا يراه النائمون، رأيت آنية سيرقص كل منقوش عليها ثم يهوي في فراغ من تعب، ورأيت مشكاة تلوح بي ويشنقني اللهب، وسمعت جنيا ينادي خلصوا عينيه من رعب الشهادة. فانتبهت إلي أجثم فوق ماردة، وأنظر من فراغ المحجرين إلى ذهولي. ثم مما لا يراه النائمون أفقت في لغة وتهت بترجماني. لن ينتهي يوم القيامة، لن ينتهي يوم القيامة، قلت للحراس فانقضوا علي. أفقت في الإنعاش مخمورا بأخيلة الدواء وبالعراق وليل أغنية المراهق فتنة الجسد البتول. أتيت تخفرني التميمة من عصيف هب في أقصى جهنم، أتقي ذل المثول، ومن جنين غاص في دمه الأئمة والموالي والجواري. من مسار الجرح غير لعبة الأقدار في يدي اليسار،
فلم يعد فصل الحياة مؤاتيا للحظ في فصل الذبول. أقول للحراس مهلا إنني ملقا إلى اليم المحاق بأربعين مشقة جذبت لست في غمامة مثقلا بالموج يدفعني إساري أستعيد نبوءتي لن ينتهي يوم القيامة قبل أن يرث العراق الأرض واللغة الجريحة والأغاني.